فإذا هجرت الأمة اليوم القوانين في المحاكم، هل كلها بما جاء في القرآن الكريم في الدول الإسلامية؟ لا. كم من الحدود عطلت؟ أمة تقرأ القرآن وتطبع المصاحف وترجو رحمة الله من طباعة المصاحف، تطبع أيدي تطبع المصاحف وتوقف العمل بكتاب الله في آن واحد، تطبع المصاحف وتمنع إقامة حدود الله، نفس الأيدي، أيدي تمسك بالمصاحف وتقرأها في رمضان وتوقع على تراخيص بيع الخمور، نفس الأيدي، أيدي تقرأ كتاب الله بعد صلاة الفجر وقبل الصلوات وبعد الصلوات وتحب أن تسمع إلى الأصوات الرخيمة ولكنها توقع على معاملات الربا. ليش؟ نريد أجر فقط. لا، لا تتوهم، باب الأجر لا يفتح مغلق إلا بالعمل، باب الأجور مغلق إلا بالعمل. ولذلك الأمة في انتكاسة، أرادت عزا غير عز كتاب الله، والعزة لله ورسوله وللمؤمنين، لا يمكن أن يجتلب الإنسان العزة من أفكار الآخرين ومن قواعدهم وقوانينهم وقواميسهم، لا يمكن أبدا، إنما العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، طيب ماذا بقي من الإسلام؟ بقي بين أيدينا القرآن الكريم، فيه خبر ما بعدكم، فيه خبر ما نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم، هو الفصل ليس بالهزل، الهزل من تركه من جبار قصمه الله، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى العزة في غيره أذله الله، هو حبل الله المتين ونوره المبين وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تتشعب به الأفئدة ولا يخلق من كثرة الرد ولا يشبع منه العلماء ولا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الحق فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. هنا عندما يأخذ الإنسان بقوانين البشر ويترك قوانين الله في كتابه فقد أشرك مع الله أحدا، لا تنفعه صلاة ولا تنفعه عبادة. لذلك الأمة منتكسة، الأمة فهمت الفلسفة فهما خاطئا، الفلسفة الإسلامية، الآن الدول الإسلامية تقول لك الأحكام عندنا، المناهج عندنا في المدارس، المناهج في الكليات والجامعات مستمدة من فلسفة عموما، من فلسفة التربية، من فلسفة التربية، من فلسفة الإسلام، أليس كذلك؟ تجد في المناهج هذه المناهج مستمدة من فلسفة الإسلام، يعني معناه أن الدولة كلها كل فلسفتها مستمدة من الإسلام وهي تعطل نصف الإسلام. لماذا؟ لأنها فهمت الفلسفة فهما خاطئا، ظنت أن الخلطة، أن الخلط من الغرب شوية من القرآن وشوية من الغرب ممكن، لا يمكن. ونحن نرفع أكف الدعاء ليل نهار، اللهم حرر الأقصى، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، أين الإسلام والمسلمين؟ أين الإسلام والمسلمين؟ أين الإسلام والمسلمين؟ تركوا كتاب الله وراء ظهورهم، قال الله لهم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، فتنازعوا وتقاتلوا، قال لهم وأحل الله البيع وحرم الربا، أباحوا الربا وفتحوا البنوك الربوية، قال لهم إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ما الذي يقول لهم؟ يقول لهم جبار السماوات والأرض، يقول لهم مالك الملك، يقول لهم الواحد الذي لا إله إلا هو، يقول لهم فاجتنبوه. فملأوا الدنيا حانات ومخامر، بل أن في بلاد المسلم، بل إن في بلاد المسلمين من ما يشرب من الخمور أكثر مما يشرب عند الغرب، وهم الذين يصلون ويطبعون المصاحف ويقيمون الجوائز والمسابقات لحفظ القرآن الكريم. أين هو القرآن الكريم؟ القرآن الكريم خلف الظهور. إذن هذه هجران ولا ما هجران في الحقيقة؟ القرآن الكريم هجران، القرآن الكريم.